مني حرزنا مدير مركز أعمال منسير. لو إحنا كمركز أعمال منسير هيك مساندة لبعث المشاريع. بروجيكت مون بنا وبعثي أفكار المشاريع في مختلف مراحل إنجاز مشروع متعب من الفكرة لإنجاز مشروع متعب ونقدر نرفقه فيه لمدة 3 سنوات المتابعة مع بعض الأحداث كذلك مرورا بالدراسات اللازمة والتكوين التكميلي اللازم. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في التظاهرة اللي باش تنتظم يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 بفضاء رويال بياش بصيادة في إطار التظاهرة اللي تنتظم تحت شعار مشروعي مستقبلي ومرحبا بكم.